العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الـ complications أو الـ common complications of simple PCR، والمفروض إن محدش بيشتغل قسطرة إلا لما يكون بيعرف يتعامل على الأقل مع الإيه؟ الكومن كومبليكيشنز، عشان لما يوم ما تحصل ما تقعدش تندب حظك جوه الايه القسطره، ولا النهارده حظ منيل ماله اليوم قافل من اوله. لا، يبقى انت كالم، تعرف ان انت لو مش هتعرف تتصرف تعرف تعمل الامرجنسي لغايه لما تستدعي حد ان هو ايه يلحقك، والحد ده ممكن يوصل لغايه الجراح. ربنا يكفينا شر استدعاء الجراح في حالات الأسطر. فإحنا عندنا الكومبليكيشنز أو البي سي آي عموما، يا إما الدنيا كلها بتمشي زي الفل، يا إما بيقول لك something goes wrong، يعني إيه في غلط حصل. والغلط اللي حصل ده لو أنت مش معاك البيل أوت بتاعه هيبقى أنت في مواجهة الباد ثينجز. الباد ثينجز دي تصل إلى الدس، ممكن ستروك، ممكن العيان يحصل له امبيوتيشن وحصلت قبل كده، ممكن يدخل يعمل ايمرجنت كابج ومحدش هيسعفك الا لو المكان فعلا سبورتد ان هو بيشتغل ايمرجنت كابج، ممكن العيان يخش في مايكاردال انفاركشن وهو داخل يعمل حاجه الكتيف، او يدخل في كاردياك تامبونات وبريكاردو سينتيزيس، او ان هو ينزف يتنقل له بلاد ترانسفيوجن. ده كله ممكن يحصل في اي مريض داخل يعمل بي سي اي. دي ليست الكومبليكيشنز اوف بي سي اي. في عندنا حاجات كاردياك وفي حاجات نون كاردياك، مش هنخش في التفاصيل النهارده، هنقول حاجتين من الكومبليكيشنز كلها: الفازوفيجال اتاك والاكيوت فاسكولار كلوجر. يبقى النهارده شغال بي سي اي، حطيت الدعامه بتاعتك، توتال اوكلوجن، تتصرف ازاي؟ شفنا الحالات دي كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، سواء برايمري او الكتيف، انت ممكن تدخل في اكيوت فاسكولار كلوجر. فاحنا النهارده هنتكلم عن الفازوفيجال اتاك والاكيوت فاسكولار كلوجر. طيب الفازوفيجال اتاك، فازوفيجال اتاك ده انا بسميها الكومبليكيشن البناين، بس تعرف انها فازوفيجل. كان لسه معانا حاله امبارح شغالينها برايمري بي سي اي، العيان في النص كده قال لك انا حاسس ان انا مش مرتاح. انا قلت بقى خلاص بالمونري ايديما، اسمع صدره، قال لك انا سامع فاين كريبيتيشنز، طب ادي كده لازكس بس الدنيا قدامي الهارت ريت كويس، مش الهارت ريت بتاع البالمونري ايديما، ونفسه مش سريع قوي، مش اللي هو خلاص داخل في اكيوت بالمونري ايديما وقوموني ومش قوموني والشغل ده كله. فجاه وهو شغال واحنا شغالين بصيت لمحت فيه بوزس وبراديكارديا دخلت على المرض. لما يحصل الموضوع ده قدامك تعمل ايه؟ عيان بيدخل دلوقتي خلاص بيأرست، وانت مع الحقنه الخفيفه بقى في سلاجش سيركيوليشن، الصبغه بتريتين في كل الفاسكوليتشر، بس ما عندكش حاجه ميجور، ما فيش ثرومبس، ما فيش دايسكشن، ما فيش توتال اوكلوجن في اي ارض. ايه اللي تعمله على طول في الخطوه دي؟ نقطه مهمه قوي. اول ما تلاقي العيان دخل في بوزس قول له كح كح كح، لما يكح بيكاونتر الريفلكس بتاع الفيجا، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، اتروبين. تجهز اتروبين في ايدك، لان هنا الاتروبين لايف سيفنج. في بقى نقطه، النقطه دي اعتقد انها تبقى نقطه بحثيه في الفتره الجايه. ايه هي؟ انا اشتغلت فتره تلت تيبل تيست. تلت تيبل العيان قبل ما بيخش في سينكوب بيشتكي من شيست بين وكورونا فري، يعني بوبا شاب 21 سنه او شاب 23 سنه قبل ما بتخش في السنكوب بيشتكي من شيست بين. طب تعالى تتنقل بقى للعياده تلاقي فيه كاتيجوري كبير من الناس بيشتكي من شيست بين اوف ان اكسبليند اوريجين، يعني انت ما تعرفش سببه ايه. غالبا ده انكمبليت فازوفيجال اتاك.
يعني هو ما بيوصلش لمرحلة السنكوب. أعتقد الفازوفيجل ده يعني مسؤول عن كاتيجوري كبير من النون سبيسيفيك سيمتومز اللي بتديفلوب في العيان. واحدة تقول لك أنا واقفة في المطبخ طول اليوم وبعد باجي مش قادر آخد نفسي وصدري بيطبق عليا ونغزة ومش نغزة، وممكن يحصل لها في يوم من الأيام إغماء وممكن ما يحصلش. فأعتقد إن ده incomplete vasovagal attack. تمام؟ طيب ايه اللي يدخل العين في vasovagal attack عندك؟ اول حاجة الديهايدريشن، تاني حاجة البين، تالت حاجة الاسترس، رابع حاجة لو العين في سيفير aortic stenosis، لو عنده سيفير aortic stenosis. طيب الديهايدريشن عشان نمنعه في القسطرة تعمل ايه؟ اول حاجة ان هو ما يصومش اكتر من 4 ساعات. العيان المصري هتقول له صوم مثلا من الفجر يصوم لك من العشاء، يجي لك بقى ايه ريقه حطبة مفيش فلويد في جسمه ديهايدريتد، ده يخش في بازو فيجل اتاك. تمام؟ اشرب 4 ساعات بس، يعني 4 ساعات قبل القسطرة يصومهم عن الشرب، ما دون ذلك يشرب براحته. طب نفترض ان المريض بتاعك صام اكتر من 4 ساعات، اديله 500 سلاين بيفور و1000 سلاين افتر، ده منه للسي اي ان ومنه عشان يمنع البازو فيجل اتاك. لما يبقى ويل هايدريتد هيستحمل الاسترس جوه القسطرة. طيب بالنسبه للبين، اهم حاجه في القسطرة ان انت تعمل جود بين كنترول. يعني ايه جود بين كنترول؟ البانشر دي هي التراست اللي بين العيان وبينه. انت بتقول له شكه واحده ويبص تلاقيه بتوجع من 3 4 شكات، يا بنت مش لسه قايل لي شكه واحده؟ طيب الجود بين ده، ويحضرنا طبعا الدكتور يعني كان في مريض لسه معانا برايمري الساعه 2 الفجر يوم كان يوم ايه؟ كان يوم الاربعاء بالليل. فالمريض عمره ما خد حقنه في حياته، شاف محمد جمال وهو داخل عليه ماسك السرنجه وقال له يا باشا انا ما بحبش شك الحقن، قال له ده لوكال. سمع اللوكال من هنا وحلف بالطلاق ما عامل القسطره، راح قايم ومسك هدومه بالميد توتال ال دي وايه وخارج بره العنايه. ويهديك يرضيك لغايه لما فين حد اقنعه يجي، وعملنا له يعني لوكال حلو والدنيا عدت يعني وفتحنا الاي دي. بس اللي هو ايه، ده احد الناس اللي ممكن تخش بفازو فيجل بسبب ان هو انكزايتي او ستريس او الكلام ده كله. فانت تعمل جود سوبرفيشال اند ديب لوك، يعني تعمل سب كوتينيوس بليت، يعني تخدر الجزء اللي انت هتبنشر فيه وتخدر ديب اراوند الارتري. ونقطه بقى مهمه احنا قلناها برضو ايام الفاسكولار اكسس، ان انت تحط ايدك وتدي اللوكل، ما تشيلش ايدك. ليه؟ لان في بعض الحالات تيجي تشيل ايدك تروح داخل بالسكان بانشر في حته انت ما اديتش فيها لوكل، طب انت اديت لوكل يمين رحت داخل سكان بانشر شمال. لا، انت ثبت ايدك على الارتري، حطيت اللوكل، شايف المكان اللي انت غزيت فيه الابره بتاعت اللوكل، تروح داخل فوقيه مش تحتيه، فوقيه يعني مور بروكسيمال ليه. وانت داخل بص على وش العيان، لو لقيته تقلل من السكان بانشر بتاعتك اعرف ان اللوكال بتاعك وحش. ممكن مشكله فيك انت ان انت ما حطيتش لوكال كويس، ممكن يبقى مشكله في اللوكال نفسه، اللوكال نفسه متخزن غلط بايظ، وممكن ان انت تكون مصبرت شويه، اللوكال بياخد دقيقتين على بال ما بيشتغل. بعد ما تحط اللوكال يعني جنتل كده موفمنت واستنى كده دقيقتين وبعد كده ايه خش بالبنكشر بتاعك. تاني حاجه جود شيس، في شيسات لا مؤاخذه يعني فعلا الشيس لازم تحط له سنب، وفي شيس زي الحلاوه لدرجه ان هو بيطلع منك وانت شغال في النص من كتر ما هو هيدروفيل. تالت حاجه، ودي يعني ربنا يوعدنا، ان انت لما تيجي تعمل كومبريشن ما تعملش مانوال كومبريشن، استخدم فاسكولار اوكلوجن، بس ده طبعا يعني ايه ان شاء الله في المستقبل. فدي التلاتة بوينتس اللي انت المفروض تكنترول البين فيهم. طب الاسترس،
واحدة داخلة لك متوترة، الهارت ريت بتاعها 100 110 ونهجان رايح جاي، وانا خلاص هموت جوه القسطرة، كالم ذا بيشنتس. ده رقم واحد. رقم اتنين، اديها حاجات ايه تدروخها شوية. طب تديها ايه؟ ادي مورفيا، فنتانيل، ميدازولام، التريبل. لو مش عايز فنتانيل سيبك من الفنتانيل، ادي يا سيدي مورفيا وادي ميدازولام، والاحسن من المورفيا النالوفين. النالوفين ما بيعملش ريسبيراتوري ديبريشن وما بيعملش اي مود تشينجز، انت بتدي له جاست ان انت بايه العنويه بقال تحت ايدك. الميدازولام او الدايازبام من الاخر بالبلدي، حل امبول نالوفين في 10 سم يد نصه، و 2 مللي جرام دورميكم. يبقى انت كده عملت حاجه اسمها كونشيس سيديشن، العيان مريح، وفي نفس الوقت لما تقول له كح ولا خد نفس ولا خد نفس جامد ولا هد دراعك هيسمع كلامك. ده اسمه ايه؟ كونشيس سيديشن. لو انت اديته دوز دورميكم عاليه ما اسمهاش كونشيس، ده اسمه ديب سيديشن. هتبص تلاقي العيان بيرفص واجيتيتد تحت ايدك، وانت بسبب ايه؟ ان انت مثلا قلت للمريض حل امبول دورم كام 5، حل لك 15، فاديت جرعه عاليه شويه. انت محتاج المريض يبقى كوبراتيف معاك وفي نفس الوقت مش تعبان. فالخلطه السحريه دي انا واخدها من بتوع التخدير، نص امبول نالوفين و2 مللي جرام دورم كام. طب مين اللي ياخد ده؟ يعني هم مين اللي ياخد الكوكتيل ده؟ لو يانج ايج، خاصه لو في ميل، صح؟ تاني حاجة لو بودي ماس اندكس، تالت حاجة لو بين ثريشولد، وانت بتدي له لوكال وراح شادد دراعه وهيقوم من على الترابيزة، يبقى ده ايه؟ نديله سيديشن. او لو العيان انكشس اللي هو داخل قلق. في السيفير اورتيك ستينوزس بيقول لك ان انت يوم القسطرة هولد البيتا بلوكر والكالسيوم شان بلوكر ذا داي اوف انترفينشن، ده بيقلل حدوث الفازوبيجل. طب المانجمنت طبعا لو برادي كارديا هتبدا اتروبين، ممكن توصل معاك لتمبوري بيس ميكر. لو هايبوتنشن هتبدا انترافينس بولس 250 سلاين مره واحده وتسيرش فور كوز اوف هايبوتنشن. ممكن ده يكون في ريتروبريتينيال هيماتوما، بينزف الشيس، في هيماتوما، في وات ايفر، مانج لو في اي سبب من الهايبوتنشن. نخش بقى على الكومبليكيشن التانية وهي الاكيوت فاسكولار كلوجر، ودي كارثة بتحصل جوه القسطرة. يو هاف تو مانج وانبريدكتد. طبعا لو الليجن سيمبل وفوكال والست الوالدة بتدعي لك في البيت الدنيا بتمشي، انما احنا شفنا سيمبل فوكال قبل كده. سيمبل فوكال صباح الخير، حط الاستنت تلاقي الفيزل قفل بعدين، صح؟ طيب ونجري ورا طيب احنا دلوقتي اكيوت فيزل كلوجر، اول واهم خطوه معاك ايه؟ تو كيب ذا واير ان ذا ارتري. دي اهم خطوه للسكسس، لان لو اتسحب ممكن ما يعرفش يخش تاني. تمام؟ عشان كده في الحالات الالكتيف لازم تدرب نفسك بعد اخر كل حاله ان انت تاكسشينج والواير، تسيب الواير حاله الكتف خالص وانت خلصت، هتسحب الواير والبالونه بتاعت الاستنت خلاص نفخت، يعني انت مش عايز الواير في حاجه، قول معلش يا باشا انا عايز اعمل اكستشينج والواير جوه وبعدين بسحب الواير واخد صوره الغلاف. ليه؟ لما تدرب نفسك لما تيجي في الاستريسفول سيتويشن دوت الواير مش هتسحب منك. فاهم نقطه تو كيب ذا واير ان. تاني حاجه تعرف السبب. ثالث حاجة ممكن يوصل معاك الأمر إلى هيموداينامك سبورت. كان في حالة بيعرضوها على اليوتيوب بره طبعا مش هنا، بيشتغلين حالة دخل في ليفت مين دايسكشن أكيوت ليفت مين أوكليوجن والعيان أريستد. أول حاجة عملها سي بي آر وجاب ناس تركب له إكمو وبعد كده كمل شغل، لان العيان مش هيستحمل الوقت اللي انت بتعمل تراي اند ايرور فيه. ما دايسكشن دوت تراي اند ايرور. بسم الله الرحمن الرحيم، راح جايبين الاكمو موصلينه سكيورنج الاكسجينيشن والترانسفيوجن وبعد كده بدا ان هو ايه
يشتغل. لو ما فيش اكمو في امبلا، ما فيش امبلا انترا اورتيك بالون، ما فيش انترا اورتيك بالون ما تشتغلش حالات هاي ريسك الا في مكان فيه الحاجات دي. طيب ايه اللي يعمل اكيوت فيزل كلوجر؟ ممكن يكون دايسكشن، ممكن يكون ثرومبس، ممكن يكون امبولايزيشن، ممكن يكون سبازم، ممكن يكون سودوليجن، ممكن يكون انتريب اكويبمنت، ممكن يكون انترا ميورال هيماتوم. طيب انت دلوقتي قاعد جوه القسطره وحطيت الدعامه والفيزل قفل منك، ازاي تفرق ما بين الاسباب دي او ايه الستبس؟ حد شاف قبل كده حد بيتعامل؟ ايه اول حاجه تعملها؟ ادي ترايدل. ماشي، قبل الترايدل، قبل الترايدل اعرف القفله فين. هل القفله قبل الدعامه ولا جوه الدعامه ولا على الايدج بتاع الدعامه ولا بعد الدعامه؟ هيفرق معاك، هيفرق. يعني هل انت متخيل ان ممكن يبقى في دايسكشن جوه الدعامه؟ مستحيل. الدايسكشن يا قبل الدعامه يا على الايدج بتاع الدعامه، انما جوه الدعامه القفله الصبغه واقفه جوه الدعامه دي، يبقى انت كده غالبا طلعت الدايسكشن بره اللعبه. ده ممكن يبقى ثرومبس، امبولايزيشن، بلاك امبولايزيشن، تمام. ده القفله ايه جوه الدعامه، قفله على الايدج بتاع الدعامه بالظبط، موستلي دايسكشن بس كانت رول اوت الاذر كوز. ممكن يبقى سباز مع ردش تسال الايدج بتاع الستيم. فانت تحقن ترايدل لو القفله مش جوه الدعامه، تمام؟ قفله جوه الدعامه دي غالبا في مشاكل جوه الدعامه، في ثرومبس، في اي مشاكل، تمام؟ تحقن ترايدل تقول او تسباز. طب لسه ما فكش، تعمل ايه؟ انت خلاص قدست الايدج قافل وانت عايز بقى تعرف ايه القصه دي، تروح معدي بالونه، بالونه اتنين، تمام؟ تنفخها نفخه خفيفه وتنزلها وتحقن وهي بتنزل. لو لقيت الديستال فلو بان يبقى ده فلابه وايه؟ وفلابه. طب ما فيش، يبقى غالبا ثرومبس، امبولايزيشن، بلاك. طيب وات از نيكست؟ انت دلوقتي في الثرومبس، هنعرف بقى هنتعامل معاها ازاي، بس انت كستيب وايز انت عايز تعرف ده دايسكشن ولا ثرومبس ولا امبولايزيشن ولا سبازم. فانت بالمكان بتتوقع جوه الاستنت ده نيفر نو سبازم، نيفر ان هو يكون دايسكشن، ده غالبا ثرومبس. طيب على الايدج بتاع الستنت حاجه من الثلاثه، ادي نايترو ما فكش، عدي بالونه انفخها سنه وبعدين نزلها. لو في فلابه هتبان، مش في فلابه يبقى ممكن ديستال امبولايزيشن بقى او ثرومبوزس قافل الارتري ايه ديستال. طيب اول حاجه الدايسكشن، الدايسكشن ده ممكن يكون سبونتينيوس، اصلا هو جاي لك من بره الدايسكشن، ممكن يكون بسبب الجايدنج. عشان كده واحنا بنحقن الار سي اي بالذات اول ما تلاقي البريشر دامبت ما تحقنش، لازم تصلح نفسك علشان تحقن. عشان كده ما بحبش الحركه البلدي ان انت تصور كده على طول ايه من غير بريشر، لا اللي روح داخل وحقن، بص لا الدايسكشن قدام وانت لسه لا عديت واير ولا حزنوه، يبقى لازم ما تحقنش الا ببريشر. تاني حاجه افويد ان انت ما تعملش ديب امباكشن للجايد، لو انت عامل ديب امباكشن للجايد هتعمل لك دايسكشن. طيب ايه تالت؟ تبقى عامل ويل الاينمنت للقسطره، لازم القسطره تبقى ايه؟ ويل الاينمنت. ليه؟ عشان الديفايسز بتاعتك وهي داخله وهي خارجه ما تحكش في الوول، تبقى داخله جوه الليومن. لو انت القسطره دايركتد على الوول وانت داخل وانت طالع في ريزيستنس تحت ايدك، الريزيستنس ده انت بتحك في الوول بتاع الليفت مين او الوول بتاع الار سي اي، تمام. تالت حاجه الكونتراست، ما تحقنش الا لو في باك فلو وفي جود بريشر ويف، والا هتعمل دايسكشن. الواير وانت داخل، رحت داخل سب انتمال ومكمل فيه، علشان كده ممنوع ان احنا نستخدم في البرايمري الا الورك هورس واير. ليه؟ لان الورك هورس واير ما بيخشش ويكمل في السب انتمال سبيس، صح؟ وفي حاجه حصلت بيرفوريشن، صح؟ لما استخدمنا هيفي واير، الهيفي واير عمل ايه؟ بيرفوريشن، لان هو مش هيقف
هو هيمشي زي ما هو عايز. بريكارديوم رايح، سب انتمال رايح، ترو ليومن رايح، فولس ليومن رايح، مش هيقف. طيب البالونه نفسها ممكن تعمل دايسكشن. طب مين يعمل دايسكشن اكتر، الان سي نون كومبلاينت بالون ولا السيمي كومبلاينت بالون؟ الاثنين، الاثنين يعملوا دايسكشن. طب النون كومبلاينت بالون تعمل دايسكشن فين؟ في الليجن، لانها هاي بريشر بالون هتتنفخ، يعني هتتنفخ. فلو الليجن هي هتنفخه مره واحده فيحصل فيه دايسكشن. السيمي كومبلاينت بالون تعمل الدايسكشن يا قبل يا بعد الليجن. ليه؟ لانها بتحصل لها حاجه اسمها دوب بوننج افكت، وانت بتنفخها بيبقى الليجن مش فاتح وتتنفخ من بعده قبل الليجن، زي العظمه اللي الكلب كده بايه بيمسكها. فالاوفر سايزنج بتاع الديستال والبروكسيمال بار ممكن يعمل لك دايسكشن في الارتر. فالان سي بالون تعمل دايسكشن في الليجن نفسه. السيمي كومبلاينت بالدوب بوننج افكت بتعمل ايه؟ دايسكشن يا بعد يا قبل الليجن. طيب لو في كالسيفيكيشن، طبعا الكالسيفيكيشن دوت ريسك فاكتور للدايسكشن. واخيرا الستنت، لو انت خدتها ستنت اوفر سايز او نزلت في حته فيها اسيروما، ما نزلتش في حته هيلسي، ده ممكن كله يعمل لك ايه؟ دايسكشن. في عندنا انواع من الدايسكشن، معرفش انتوا شايفينها ولا لا، ممكن تحس ان في اكليوسنس كده، يعني ايه، في هيزنس كده في النص، ممكن تلاقي فعلا فلاب، ممكن تلاقي ريتين داي اوت سايدز وول، ممكن تلاقي سبايرال دايسكشن وخد لك الارتري كله، ممكن تلاقي كده فيلنج ديفكت، ممكن تلاقي توتال اوكلوجن. دي الجريدز بتاعت الدايسكشن، اللي اسوأهم التوتال اوكلوجن، ولكنه تقدر تتعامل معاه طول ما الواير جوه. لو الواير طلع وبقى بيه. طب تتعامل ازاي مع الدايسكشن؟ اول حاجه تسال نفسك سؤال، هل في واير في الفيزل؟ حط ستيت. طالما في واير اكروس وانت متاكد ان هو ترو ليومن حصل دايسكشن، خلاص غطي الدايسكشن ده بستيت. وانت عرفت ازاي الدايسكشن؟ تعديت بالونه نفختها بالاتش وهي بتفضي، ايه؟ حقنت. تمام؟ طيب طب لو الواير مش في الفيزل، ده مصيبه سودا. تخيل كده انت عندك فيزل في فلاب، والفلاب قافله لك الارتري كله، يعني الريوايرنج انت عايز تنشن على السبيس اللي بين الفلابه وبين الاول. هل ده منطقي؟ ده انت اصلا الليجن العادي مش بتعمل له وايرنج، هتعمل وايرنج الدايسكشن. عشان كده كريتيكال، كريتيكال لازم تحافظ على الواير جوه وما تسحبوش. لو ما عرفت تعمل وايرنج اعمل وايرنج ديفرنت كيرفز، شيب اس شيب، مش عارف دبل كيرف، حاول ان انت تعمل وايرنج. ما عرفتش، ممكن تعمل حاجه اسمها دايسكشن ريانتري. لو عرفت تعدي حط ستنت، ما عرفتش تعدي يبقى emergency كابج او ميديكال تريتمنت على حسب انت عملت دايسكشن فين. عملت دايسكشن في سمول فيزل والعين الشست بين قعد شويه واختفى، ميديكال تريتمنت. دايسكشن في الليفت مين بروكسيمال ال اي دي ان بيج ارتري، لا أما لازم ان انت تعمل سيرجيكال كونسلتيشن. طبعا الايفاس هيساعدك في الوايرنج، وهيساعدك في الدايسكشن رينتري، وهيساعدك ان انت تعرف انت ترو ليومن ولا لا، زي ما هنعرف دلوقتي. فاول قاعده في الدايسكشن ان انت تستوب انجكشن. ليه؟ لان الانجكشن الفورس بتاعت ايدك هتعمل ايه؟ هتفشخ في الدايسكشن لغايه الديستال. انت فتحت خلاص فولس تراك، فولس تراك ده كل ما تحقن فيه انجكشن هيسرح ديستال، كل ما تحقن فيه هيسرح ديستال. تمام؟ فانت دلوقتي اول قاعده ستوب انجكشن، ولو لابد ان انت تحقن خد حقناتك نون سيلكتيف، يعني ديس انجيج الجايدنج شويه بحيث ان انت تعمل بس فيجواليزيشن، انت مش عايز فورس تخش على الكورونري. طيب تاني حاجة تعمل وايرنج الدايسكشن. طب فيلد وايرنج،
في عندك ثلاثة اوبشنز، ثلاثة اوبشنز ممكن يتعمل. لو انت عندك ستنج راي بالون هتعمل بايسكشن للانتري، وطبعا دي مش موجودة، دي غالية، موجودة في القاهرة بس ان شاء الله يعني هنحاول نعكوشها قريب. طيب تاني حاجة، في حاجة اسمها ستار اند مين ستار. يعني ايه اختصار ستار؟ حد سمع عنه قبل كده؟ صب انتمال تراكنج وانت جريد بايسكشن للانتري. الفكره فيها ان هم اللي اخترع الموضوع ده تقريبا كولومبو، قال لك ان انت لما تدخل بوليمر جاكيتد واير ويكون لوبت، يعني عامل له نقلنج في الفولس تراك، لو زقيته عند اي سايد برانش هيطلع تريوم بلايند. انت تزق في الفولس تراك وعند اي اقرب بايفوركيشن هيخش لك تروليوم. طبعا بتنجح في 10% و90% بتعمل لك ايه؟ ترمينيشن للكيس. عشان كده دي اخر ستيب الواحد بيعملها خلاص وهو بيقفل الحاله. او من ستار دي برضو يعني ايه، بس ما بتبقاش في العرض نفسه، تقريبا بتبقى جوه الاسيروما نفسها، وانا بقى احبس حد ان هو ايه يعملها. او ريتروجريد ابروتش. ريتروجريد ابروتش ممكن تستخدمه حتى من انفيزيبل سيبتال كولاترالز. ليه؟ طبعا ده مانديت الناس تكون متعلمه اصلا ريتروجريد ابروتش، لان السيبتالز هتعدي منها هتجيب الفلابة من ديستال للبروكسيمال، فانت 100% في التروليوم، يعني الفلابة عامله لك كده، فلما تيجي تخش لها من الديستال للبروكسيمال مش هتمشي في الفولس تراك، انت كده كده ماشي في الايه؟ في الترو ليوم. وفي حالات اتعملت قبل كده بس طبعا يعني بره، ان هو حصل دايسكشن ما عرفش يعمل له وايرنج، راح مشفت ريتروجريد وعامل ستنتنج للدايسكشن عن طريق الريتروجريد ابروتش. طيب ايه؟ الستنجريد بالون دي بالونه بنعمل بيها دايسكشن انتري. يعني ايه؟ هي بالونه بتتحط في السب انتمال سبيس وليها وجه كده بيتنفخ وليها بورت تاني، فبتنشن لك كده على الفولس اليومن علشان تعرف تعمل بنتريشن للتروليوم. هي دي الفكره بتاعتها. الستار قال لك ان انت لو دخلت واير ماكلد، يعني متني لود في السب انتمال سبيس بوليمر جاكتد واير، قال لك ان هو هيدنه ماشي في السب انتمال سبيس لغايه اول بايفوركيشن، عند اول بايفوركيشن هيرجع تاني طول اليوم. يعني البايفوركيشن هيمنعه ان هو يكمل في الفولس اليومن في الديستال فيزن، هيرجع طول اليومن تاني. بتنفع؟ تنفع بس في اضيق الحدود وغالبا في الار سي اي، لان الار سي اي كله كوندوي لغايه البايفوركيشن، مفيش سيبتالز ودياجونالز هتقفل معاك في النص. انما لو عملت الموضوع ده في ال دي كارثه، لان انت دلوقتي ال دي بقى عندك خرطوم وانت مقفل كل الدياجونالز والسيبتالز بتاعته، فده ممنوع ان هو لا عادي ما توسعت السب انتمال سبيس. يا باشا انت طالما اولك ترو واخرك تيو في النص سب انتمال عادي هتحط هي يعني هيبقى بقى ايه ترو فولس ترو بالظبط. بس المهم الدعامه تبقى في الترو هنا والترو هنا. طيب انت دلوقتي الواير اتسحب منك وزقيته عدى ديستال، تعرف ازاي ان انت انترو اليومن؟ واحد، حاول ان انت تدخله في برانش، لو دخل في برانش زي الفل. طيب ايه تاني؟ ايه؟ لا بالونه دي في المجان. لان البالونه لو عدت مش هتطلع تاني. يعني انت وسعت كده الصب انتمال سبيس. بيلعب؟ ما انت لو موسع الصب انتمال سبيس هيلعب برضه. مش هيلعب قوي. لا. لو انت على حسب الواير، لو ورك هورس هيتغير. عشان كده تاني خطوه ان انت تدخل مايكرو كاستر وتسحب الواير اللي انت عديت بيه وتدخل ورك هورس واير. لو انت ترول يومن الورك هورس واير ايه؟ هيسرح،
لغايه الايبكس ويراب اراوند الايبكس. لو انت فولس تراك هتلاقيه بيبكل على نفسه وفي جريتي سنسيشن. تمام؟ فانت الخطوه بتاعتك حلوه بس عن طريق انت تعمل اكستشينج على ايه؟ على مايكرو كاستر. ايه تاني؟ ايه تاني تقدر ان انت تعرف ان انت انتروليومن؟ مايكرو كاستر اللي انت دخلتها، ولو ان في السيتويشن ده ما احبش ان انا استخدم تب انجكشن، ان انا احقن من المايكرو كاستر عشان افيجواليز الديستال فيزل، لازم يبقى معاك فري فلو، والفري فلو دوت ممكن يكون خادع. يعني ممكن لو انت عامل سب انتمال هيماتوما كبيره وانت بتسحب يجيب معاك دم، تيجي تحقن لو انت سب انتمال الارتري اتبهدل. ايه؟ لا ما حلو حلو، يعني يمكن يلمس شويه. تمام؟ فانت دلوقتي والاي باس طبعا، فاول حاجه لو معاك اي باس خلاص سهل هتعرف الترو ليومن من الفولس ليومن. او لو انت لما الارتر ده واخد ريترو جريد، روح من اليمنى الثانيه واحقن عشان تعرف انت ترو ليومن ولا لا، كونترا لاترال انجكشن. او مايكرو كاستر وتدخل فيها ورك هورس واير، او مايكرو كاستر وتعمل فيها ديستال تيب انجكشن، ولكن بلاش الخطوه الاخيره ديت في الدايسكشن لانه ممكن يربشر لك الارتري ويعمل فيه ارتري لاسيريشن. وكان في حاله معروضه برضو اليومين دول او في مؤتمر سي تي او كونكت يا رب اللي فات، كان في ار سي اي سي تي او وبيعملوا حاجه اسمها كارولينا. كارولينا ده بيعملوا موديفيكيشن للبلاك عن طريق ان انت تحقن من المايكرو كاستر داي جوه البلاك، فبدل ما هي بالون انكروسابل الداي نفسها هتعمل ايه؟ البلاك موديفيكيشن وتوسع سكه البالون عشان انها تخش. هو كان سب انتمال لما حقن الداي ودخل بالواير، الواير طلع بريكارديوم، مش حصل بقى برفوريشن، حصل ارتري لاسيريشن. حط فيه اربع جرافت ستنت وزود بنفيت، وراح دخل عمل سيرجري امرجنت سيرجري للارتري لاسيريتد، مش بقى برفوريشن، لاسيريشن. تخيل بقى لاسيريشن وحاطط اربع جرافت ستنت ولسه ستيل اوزنج افري وير، كل الارتري بينزف البريكارديوم. تمام؟ طيب ثالث حاجة ان احنا الانجكشنز ماست بي نون سيلكتيف. لو انت فعلا عايز بقى تظبط ستنت مش عارف ايه الكلام ده كله، نون سيلكتيف انجكشن، عشان لو انت سيلكتيف هتعمل بروباجيشن ليه. بعد كده تحط الستنت بتاعتك لو ان كروسابل، الستنت ان كروسابل تزود السبورت، تزود السبورت ان انت تعمل بالونه الاول، ممكن يبقى الصب انتمال سبيس محتاج ان هو يتوسع شويه، تستخدم جايد لاينر ده جايدنج اكستنشن عشان تزود السبورت. او لو خلاص الدنيا يعني قافله معاك، ممكن نعمل سيلينج للدايسكشن ببرونج البالون انفليشن، ان انت بدلك نافخ البالونه يعني دقيقتين ثلاثه اربعه بحيث انها تلزق الفلابة اجينست وول، بعدين تنزلها تاخد حقنه. لو لقيت الدنيا كويسه ممكن تسيبها، خاصه لو انت برضو في سمول فيزل او ما عندكش مقاس الستنت بتاع السمول فيزل دوت، ممكن برلونجد بالون انفليشن يحل لك الموضوع. طيب دي حاله، الحاله الاولى ده ما اعرفش انتوا شايفين ولا لا، شغال كانوا شغالين سي تي او ار سي اي، هي مش حالتي، كان شغالين سي تي او ار سي اي وبعد ما خلصوا بيحقنوا لقيوا فيه هيزنس في الليفت مين. عشان كده في الشغل بتاع السي تي او، في الشغل بتاع السي تي او لازم يبقى شغال على سيستم فيه اتنين بريشر ويف، بريشر ويف من الليفت مين وبريشر ويف من الار سي. ليه؟ لان انت ممكن تروح ناسي الجايدنج بتاعتك في الليفت مين وانت مش عارف البريشر ويف، بتروح عامل لك انباكشن يحصل دايسكشن. يبقى انت كنت بتعمل ميد سمبل سي تي او ار سي اي، دخلت بليفت مين دايسكشن وده عملوا له وايرنج وسيلنج بتريبل ستنت. فانت اول قاعده
الدايسكشن بيبان كانه ايه؟ هيزنس. طبعا هم دوكيومنتد الدايسكشن دوت بايبس، بس احنا مش وقت نجيب صور ايبس دلوقتي، بس هو بان دلوقتي الدايسكشن على انه هيزنس، كان في ثرومبس في الموضوع، الوايرنج يبقى كوشس شويه. طب لو انت عايز تعمل وايرنج للدايسكشن، تعمل وايرنج للدايسكشن بانهي واير؟ الورك هورس ولا هيدروفيليك؟ ورك هورس. ليه؟ عشان تاخد تكتايل فيدباك، انت ماشي كويس ولا في جريت سنسيشن، يو هاف تو ستوب اند تشينج يور استراتيجي. انما لو خدت واير زي البي تي 2 مثلا ام اس، هيعدي معاك وهتبقى انت مطمن ان انت ترو هيومن وانت واخد الارض كله صب انت لغايه الاخر. تمام؟ طيب ده اللي كنت بقول لك عليه. تيجي وانت بتانجيج الار سي ايه، لازم يبقى البريشر ويف شغاله معاك كده. انت كنت في الاورطه كده، انت سوبر انجيج وكده. بعد لما رجعنا القسطره تاني بره، ده اللي اسمه الدامبت بريشر. تمام؟ ان البريشر ويف كانت شغاله، فجاه بقى في دامبت بريشر، يبقى انت معنى كده ان في حاجه غلط. انت جينست بلاك، انت في سبازم، انت مش عارف اوستيال ليجن، لازم تصلح نفسك وتتحرك قبل ما ايه؟ قبل ما تحرق الموضوع دوت، لان تبقى العاقبه كاتاستروفيك. ودي تاني قاعده في الدايسكشن، ان انت تلاقي ريتيند دايج. يعني وانت شغال ايه الداير ريتيند دي؟ موستلي دايسكشن، يعني دي مش تهيؤات، موستلي دايسكشن. لما تلاقي ريتيند داي وانت شغال في مكان ما كانش فيه ريتين داي قبل كده، غالبا انت عملت دايسكشن في المكان ده. الحاله الثالثه اللي معانا دي، عيان كان جايب سبونتينيوس كوروناري دايسكشن. ومشكله العيان غالبا عيانه تبقى في ميل بيشنت وبتيجي بسبونتينيوس كوروناري دايسكشن، موست اللي بتبقى الفيزلز بتاعتها فرايبل، ما بتبقاش شطاره ان انت تخش تحط ستنت وتطلع. ماشي يا سيدي، انت بيج هيرو وهتعمل وايرنج الدايسكشن ومش هتخش في فولس تراك وهتحط الستنت بتاعتك، بس ممكن تعمل لك اوستيال او بروكسيمال سيجمنت دايسكشن. شايفين الابيض اللي في نص الارتري ده؟ دي الفلابه. شايف عند التب بتاعت القسطره؟ هي الستنت اهي، حط الستنت بتاعته زي الفل. بعد ما خلص وهو بيقفل، في ابيض في النص وفي فولس اليومن وفي ترو اليومن. يبقى انت كده عملت دايسكشن فين؟ في البروكسيمال اوف ذا فيزل، لان الفيزلز بتاعت السبونتينيوس دايسكشن بتكون فرايبل. ما ينفعش ان انت، عشان كده القاعده سبونتينيوس دايسكشن تيم 3 فلو كونزيرف. طب لامينيتد ثرومبس ولا مش عارف ايه ولا إيه؟ انت شاكك ان الدايسكشن تيم 3 فلو كونزيرف. تمام؟ لو انت عملته ونم فلو ليميتنج بس في سمول برانش سيبه، لو في بيج برانش استنت. يعني ما تقولش ده في هيزنس في الليفت مين بس تيم 3 فلو، ما ينفعش تسيبه، العيان ده ريسك اوف سادن كاردياك ديس. تمام؟ ده ايه رايك فيه؟ ده برضه سبونتينيوس كوروناري دايسكشن، وبعد ما حط الاستنتاج بتاعته فوجئ ان بقى فيه بروكسيمال ال اي دي دايسكشن وتوتال اوكلوجن. عشان كده مش شطاره ان انت تواير وتستنت سبونتينيوس دايسكشن، ممكن يقلب معاك بحاجه كاتاستروفيك. وكان في حد عرض حاجه في مؤتمر، كان سبونتينيوس دايسكشن، حط ستنت ال اي دي، الدايسكشن سرح على الاوست ال اي دي، حط اوست ال اي دي سرح على السيرك، حط في السيرك سرح على الاو ام، حط في الاو ام سرح على الليفت مين، حط في الليفت مين. بعد 5 استنتات العيانه ماتت في الاخر. تمام؟ فمش شطاره ان انت بتعرف تعمل وايرنج وتحط ستنت، يو هاف تو بي وايز ان يور ديسيجنز. دي انواع السبونتينيوس كوروناري دايسكشن. واحدة في ميل يونج ايج بريجننت، بتاخد كونتراسبتيف بيلز، كان في ستريسفول سيتويشن، فممكن تجي لك سبونتينيوس دايسكشن. في منه 3 انواع. النوع الاولاني اللي هو بيبان لك هيزنس
وفي فولس تراك ولونج تراك. فانواع الدايسكشن في عندنا ثلاث انواع من الدايسكشن. التايب 1 اللي هو بيبقى فيه الهيزنس وفي فولس تراك وترو ليومن. وفي ثاني حاجه ديفيوز لونجيتيودينال ناروينج، تلاقي العيان كل الفيزلز بتاعته كويسه بس عنده ال ال اي دي ديفيوز لونجيتيودينال ناروينج. وفي واحد اللي هو بيجي تايب 3 كانه سيمبل فوكال ليجن. تمام. طب ايه الميكانيزم بتاع تايب 2 اند تايب 3؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي عمل النارونج ده؟ وليه ما عملوش ستنت؟ واشخصه ازاي؟ او اشك، انا شكيت فيه خلاص، اشخصه ازاي؟ قال لك بيتعمل ان فيه subneural hematoma compressing اليومن، مفيش كونكشن بين الفولس والترو اليومن، ولكن حصل رابشر للفازا فازورا اللي هي بتغذي الوول بتاع الفيزل، ولما حصل فيها رابشر حصل هيماتوما في الوول بتاع الارتري، والهيماتوما دي عملت كومبريشن للفيزل. طيب شخصها ازاي؟ بالايفس، تتعدي الايفس بص تلاقي فيه هيماتوما في الوول بتاع الارتر، مش اسيروما، هيماتوما. طيب شخصتها ليه ما تحطش فيها ستنت؟ لو تيني السري فلو طبعا، لو توتال اوكلوجن هتفتح وتحط ستنت. طب لو مش توتال اوكلوجن ليه ما تحطش فيه ستنت؟ عشان فيه هيماتوما، هتحط ستنت هتعمل اكستنشن للهيماتوما، يعني بدل ما هي في الميد ال اي دي الهيماتوما هتكستند في الوول وهتكمل لك دايسكشن في الارتري. طب نفترض ان العيان بقى يعني هو جايب سبونتينيوس دايسكشن، وفعلا سبونتينيوس دايسكشن بالايفاس بس تيمي 1، وانت عايز تمانج الموضوع ده، تمانج ازاي؟ ان انت تعمل كاتنج بالون، تشرط الاندوثيليوم بحيث ان انت تعمل كونكشن انت اللي تعمله ما بين الهيماتوما دي وما بين التروليومن، فتفضي الهيماتوما بتاعت الوول قبل ما تحط الستنت بتاعتك. تمام. فممكن تستخدم الكاتنج بالون قبل ما تحط الستنت. ايه بمعنى؟ بص لو ما هي العيان ده بيجي لك زي اكيوت ام اي، تمام؟ فاكيوت ام اي دوت انت خلاص عارف ان الموضوع اكيوت مش ثرومبوز، مش مجرد، انما لو في الكونزيرف، لو هو تيم 3 وكونزيرف خلاص، فاهم؟ واعتقد بيبان في الايفاس برضه هل هي فريش هيماتوما ولا لا. طبعا كلنا فاكرين الحاله ديت اللي كانت لاترال وول مايكاردال انفاركشن، كنا عرضها قبل كده، وفي عندنا دياجونال ثرومبس كونتينج ليجن كده في تيمي 1. حد عارف الفرق بين تيمي 1 تيمي 2 تيمي 3 ولا بالوايم كده؟ يعني ايه تيمي 1؟ يعني انكمبليت فيلنج للارتر، الارتر ما بيملاش كومبليت. تيمي 2 كومبليت بس ديليت. تيم 3 كومبليت وايه؟ وان تايم. تيم 0 مفيش. طيب عملنا وايرنج للدايجنال، كان هو دايجنال وبرانشنج لتو برانشز، والارتري كان فيه حته سي تي او كده في الديستال بي تي اي. عدينا واير، نفخنا بالونه، بعد ما نفخنا في بالونه لقينا الدنيا زي الفل، زغل العينين البرانش الكبير الثاني قلنا نحط فيه الواير. بعد ما حطينا فيه الواير وبنحقن فيه هنا فيلنج ديفكت بتاع دايسكشن، ما اعرفش انتوا هتشوفوه ولا لا، بس لما نزل الفيديو كان فيه هنا عامل زي ايه ايدج فلاب في الحته دي زي دايسكشن. فدلوقتي احنا سحبنا الواير، بس نعمه ربنا ان لسه فيه ايه، في فلو في الارتري، صح؟ فانت شايف الترول يومن وشايف الفولس اليومن، فزودت الكيرف شويه بتاع الواير وعملنا له، شايف الشكل دبل كيرف
بحيث ان انا اعرف ابعد بيه عن الفلابه واقدر اعمل نيجوشيشن للايه؟ للترو ليومن من جنب الفلابه. بعد كده حطينا الستنت بتاعتنا على المكان اللي كان فيه دايسكشن وده الفلو افتر. طيب. تاني سبب من اسباب الاكيوت فاسكولار كلوجر هو ثرومبوزس، تمام؟ وغالبا المشكله لما تحصل جوه الستنت غالبا ثرومبس، يعني الثرومبس وانت عملت لها بقى سكويزنج فبظت لك من الاستراتا، يعني انت مش مركب جرافت ستنت، انت مركب ستنت ليها اوبن سيلز، فانت وارد وانت بتنفخها وانت البالونه وهي بتديفليت تروح جايبها لك شويه ثرومباي جوه الايه؟ جوه الارض. عشان كده واحنا في محاضره البرايمري بي سي اي هنقول على استراتيجيز عشان تمنع الفيزل ثرومبوزس وتمنع النور فلو ان شاء الله. فطبعا اهم سبب هو الانادكوت انتي كواجليشن وانتي بليتلت. بس مين اللي يعمل ستنت ثرومبوزس؟ انادكوت انتي بليتلت ولا انادكوت انتي كواجليشن؟ الانتي بليتلت. ومين يعمل كاستر ثرومبوزس؟ الانتي كواجليشن. فالانتي كواجليشن مهم علشان تمنع الكاستر ثرومبوزس، والانتي بليتلت مهم عشان تمنع الستنت ثرومبوزس. عشان كده لما نيجي نتكلم في البرفوريشن ناس تطلع لك في المطارات ويقول لك ايه اول حاجه تعمل ريفرسال اوف هيبارين. لا طبعا ما تعملش ريفرسال اوف هيبارين. تعرف يعني ايه تعمل ريفرسال اوف هيبارين وتدي بروتامين؟ يعني وانت شغال بتسيل البرفوريشن هيحصل كاستر ثرومبس وكاستر ثرومبوزس هتحقنها تقفل السيرك. يبقى انت عندك برفوريشن في ال دي وبقى عندك ثرومبس في السيرك. قال لك تعمل ريفرسال اوف انتي كواجليشن بعد ما تاخد كل التولز بتاعتك اوت. خلصت شغلك وهتطلع العين على العنايه اعمل يعني ايه ايميديت ريفرسال للهيبارين. انما ما تعملش ريفرسال طول ما التولز بتاعتك جوه القسطره والا هتخش في كاستر ثرومبوزس ومشاكل تانيه. الاتش اي تي والهايبر كوابلر ستيتس او الستنت اندر اكسبانشن ده كله بيخلي فيه فرصه ان يحصل ثرومبوز. طب تعالج ازاي؟ في عندك لاينز، في ميديكيشنز، ادراستات، كلوجراستات اللي هي الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، وفي عندك ستريبتوكاينيز عليه علامات استفهام ولكن انا جربته في بعض الحالات واشتغل الصراحه. ثرومبس اسبيريشن او ان انت تحط ستنت. طيب هاو تو مانج، ودي انا حطيتها لكم على الجروب دي في الكتاب اللي هو اسمه ايمانويل بريكياليس ده اللي هو عامل قناه على اليوتيوب. قال لك في ثرومبس، اسال نفسك سؤال هل في انتي جريد فلو؟ لو تيم 3 يعني شوف الثرومبس سايز، لو ما فيش اعمل وايرنج وبالون انجيوبلاست كانك في برايمري توتال اوكلوجن وفي انت مش عارف ده ثرومبس ولا ايه. بس دوت ده المانجمنت اوف ثرومبس النيتف ثرومبس مش بعد الستنت، النيتف ثرومبس. طيب ثرومبس سايز لو سمول ثرومبس قال لك ممكن تعمل بالون وستنت، لو بيج ثرومبس هل في اونجوينج اسكيميا ولا مفيش؟ لو مفيش اونجوينج اسكيميا انت ثرومبوتك 48 ساعه وعيد الكورونري انجيوتاك. ده اللي احنا بنمشيه في البرايمري. لما تخش في برايمري وتلاقي ثرومبس و ثرومبس كونتيننج ليجن وتيمي 3 فلو وشيست بيت اوف، ده معناه ان مفيش اونجوينج اسكيميا. ما تجريش وتروح حط الستنت وتدخل في ايه؟ نور فلو. طب في اونجوينج اسكيميا يبقى يو هاف تو ديل وذ ذيس ثرومبس، تعمل بقى ايه؟ ثرومبس اسبيريشن، ثرومبكتومي او بنمبره. عشان فين؟ مش نمبره. لقيت ايه البنمبره بقى يا هشام؟ انا لقيتك حاطط قمر و طلع الموضوع ده ايه؟ لا ده انا مش بكلمك البنمبره يا اخي. يعني الظل يعني بتاعها ولا الظل؟ او ممكن بيقول لك عاملين سيستم دلوقتي ربنا يوعدنا بيه
ان انت بقول لك ممكن تعمل سرومبكتومي عن طريق الجايد لاينر، الجايدنج اكستنشن. بيقول لك ان انت بتودي ديستال اللي هو بيسموه الفلتر واير، وبعد كده بتدخل بالونه الجايد لاينر وبتعمل ترابنج للسرومبس جوه الجايد لاينر وبتسحبها وانت طالع. لو هي بيج سرومبس ممكن نعملها بلدي ببالونه، تعدي بالونه اتنين وتعدي وراها الجايد لاينر، تنفخ البالونه جوه القسطره، تعمل بيها ترابنج وتعمل دايسكشن في الارتري كده وانت بتسحب وانت بتسحب البالونه وبتطلع. هو عاملين سيستم ان انت تعمل ثرومبكتومي عن طريق الجايدنج كاستر، وممكن تعمل ثرومبكتومي عن طريق جايدنج نفسها. كنا شغالين حاله اوستيال توتال اوكلوجن في الار سي اي، والثرومبس باظه من ليجن في الاوستيال ار سي اي. فاول حاجه عملتها رحت داخل بالدايجنوستيك، مفيش بريشر، رحت واخد نيجاتيف وطالع بالايه؟ بالدايجنوستيك. بختها تحت لقيت بيج ثرومبس، دخلت بالجايدنج لقيت الارتري فتح وعملت له وايرنج واشتغل معاه. تمام؟ فانت ممكن كمان تعمل اسبيريشن بالجايدنج لو هي الثرومبس خلاص يعني ايه بظه لك وتعمل لك ستروك، ما تخش تنفخ بيها بقى واشفطها كده قبل ما ايه؟ يتكمل الشغل بتاعك. فخلاصه القول، لو في ثرومبس ومش فلو ليميتنج وتيم 3 ومفيش كومبلين، خليك في كونزرفتيف ار. لو العيان اكيوت فيزل كلوجر وانت شغال بسبب ثرومبس، يو هاف تو ديل ويز، تدي اجرستات، تدي ستريبتوكينيز، تعمل لها ثرومبس اسبيريشن، اعمل اللي انت عايزه، بس ان انت تفتح الارتري تيم 3 فلو. لو تفتكروا دي الحاله اللي كنا عايزين نشتغلها سي تي او ان سي اكس، وهربت مننا ثرومبس وقفلت الدايجنال، صرحنا عمل لها وايرنج الواير بيست الهوت، وحاولت اعمل ثرومبس اسبيريشن كذا مره وبالون ما فيش، يعني نفخنا بالونه ما فيش فلو، عدينا ثرومبس اسبيريشن بالثرومبكتوماك اللي هي قسطره الشفط، ما فيش. رحت مدخل قسطره الشفط وحاقن فيها ستريبتوكاينيز، يعني دي من الحالات اللي استخدمت فيها ستريبتوكاينيز، وبعد الستريبتوكاينيز وي ريستور تيم 3 فلو في الدايب. فانت دلوقتي في ثرومبس انت اللي عاملها اكيوت، فغالبا الاستجابه للستريبتوكاينيز والانديكيشنز هتبقى عاليه، بس ما فيش جرعه. احنا خدنا كده عملنا، خدنا الامبول على 100 كان انت انترافينوس، خدنا منه 10 سم انترا كرونري وكملنا الباقي انترافينوس. تقول لي كام وحده؟ مش عارف بس العيان عدى. تمام. طب انت دلوقتي في ثرومبوزس وعايز تحقن ميديكيشنز جوه الارتري، بالونه ومخرمه، عارف انت البالونه لو خرمتها من المكان اللي انت بتعمل فيه انديفليشن ممكن تطلع الميديكيشن جوه الايه؟ جوه الارتري. يبقى انت كده عامل سيلكتيف انجكشن في الحته اللي انت عايزها. والله انديفليتور في السرنجه اللي انت عايز، يعني اللي انت تستريح له، بس اهم حاجه ان انت تحضر البالونه كويس. تحضر البالونه كويس ان انت تطلع منها الاير. تطلع منها الاير ازاي؟ ان انت هتنفخها بره وتفسيها، تنفخ وتفسي، وايدك لفوق تنفخ وتفسي. وفي ممكن تحضرها عن طريق 3 واي وتحط السرنجه فيها سلايم وتاخد نيجاتيف وتفتح على السرنجه تدخل لك سلايم جوه، وبعدين تشفط السلايم تاني. تمام. وبعدين تدخل السلايم للسرنج لغايه لما تتاكد ان اللاين كله بفلويد ما فيهوش اير، ساعتها بقى تخرمها وتدخلها جوه القسطره وهي منفوخه. يعني ما تدخلهاش وهي مكسيه، انت تنفخها تقول للفني اللي جنبك او الممرضه دنك على 10 10، وانت نفخ وخلي وشك بعيد لانها هتشر في وشك. نفخ وخرم وهي شغاله عامله كونتينوس فلو، دخلها من الجايدنج. طب عشان اعمل ده ويتش سايز اوف بالون
اللي هيسمح لي ان انا ادخلها جوه الجايدنج وهو منفوخ اقل من 2. ليه؟ القسطره اصلا 2، فانت لو دخلت بالونه منفوخه 2 مش هتمشي، صح؟ عشان كده احنا بالبالونه الاثنين دي في السي تي او بنعمل ترابنج للواير جوه القسطره عشان نطلع المايكرو كاستر. فبما انها بتعمل ترابنج يبقى مستحيل انها هتخش وهي منفوخه، فعشان تعمل الموضوع ده لازم يكون بالونه 1.25، 1.5، 1.2، المهم تكون البالونه اصغر من 2. طيب ايه تاني غير البالونه؟ مايكرو كاستر، ان انت تدخل مايكرو كاستر على الواير وتسحب الواير وتحقن، بس خطورتها ان انت تسحب الواير، يعني الخطوره هنا ان انت تسحب الواير. عشان كده قال لك تدخل توين ليوم المايكرو كاستر، ان انت في مايكرو كاستر ليها دبل ليومن دخلها على واير ومن اليومن الثاني احقن الميديكيشن بتاعك. طب ما عندكش مايكرو كاستر احقن فيه اسبايريشن، قسطرة شرط زي اللي احنا لسه حاقنين فيها ستريبت الحلقه اللي فاتت، رحت مدخلها جوه الدياجونال ومن المكان اللي فيه الستايلت اللي احنا بنشفط منه رحنا حاقنين الستريبتو كاينيز، فانا متاكد 100% ان اللي انا حقنته ما راحش في السيرك وراح في ال ال دي، ده راح في الدياجونال اللي فيه السونس. ماشي، يعني لو تقدر تعمل كده بس هيقعد عليك كوست طبعا ان انت ايه استخدمت انت كده كده المايكرو هتفتحها ما تفتحش مايكرو واير بقى. يا باشا انت دلوقتي لما بتمانج كورونا ثرومبس في الكاس لاب مش هتستنى الاي في يشتغل، انت شغلك جوه كله انترا كورونا. ايه؟ يعني انت عايز تقنعني لو انت ثرومبس حصلت وتوتال اوكليوجن هتقعد حاطط ايدك كده وتستنى بقى ال بص ما اخذ بالقسطره لا يسترد الا بالقسطره، لما تجيب فلو وبحط انترافينس، لان انت لو قافل الانترافينس ده هيوصل ازاي؟ انت فاهم الفكره؟ يعني انت يعني انا اسمع كلامك لما تقول لي انا فتحت الار سي اي في برايمري وجبت تيم 3 فلو وطلعته على اجراستات عشان فيه هيدي ثرومبس بيردن، اللي انت هتديه انترافينس هيوصل الار سي اي، انما لو الار سي اي انت طلعت مقفول الاجراستات ده هيوصل الار سي اي ازاي؟ ما هيوصل لغايه الثرومبس وهيطلع. لا الاستريبت ده ثرومبوليتك فهيوصل عند الثرومبس ويدومها، انما الاجراستات مش ثرومبوليتك ولا الهيبارين ثرومبوليتك، فانت الوحيد اللي تديه انترافينس هو الثرومبوليتك، انما باقي الميديكيشنز مش هتشتغل لو انت ما عندكش فلو في الارتر، فانت لازم تفتح الارتر وتديه جواها وتجيب تيم 3 فلو وبعد كده تطلع العين على انترافينس اجراستات. مين شاف ارتر طلع توتال وخد اجراستات وطلع ليه مفتوح؟ انا ما شفتش ولا حاجه. حلو. وعندك لا هو الستريبت هيشتغل لو مفيش فلو. ليه؟ هو الفكره الاستريبت هيوصل عند الحته اللي فيها توتال هيقعد يدوب في الجلطه يدوب في الجلطه وهيفتح الارض، زي فكره الام اي اللي بديها ستريبت، ما هو الارتري توتال وبيروح يفتحه، انما الاجراستات انا بدي ليه؟ بدي عشان المايكرو سيركيليشن تفتح لو في نوع فلو مثلا، انما مش بدي عشان ادوب الجلطه. فازاي هوصل للمايكرو سيركيليشن وانا عندي توتال في الايبيكارديال فيزيكال؟
يعني الاستريبت الدي انترافينس هيدور لك الجلطه وساعات ما بيدورش، انما باقي الميديكيشنز مش هتوصل الا لو معاك فلو. دي قاعده، عشان كده ان انت تقول هطلع عيان، طب انت تعرف انا احترم اللي يقول لك انا مش عارف افتح الارتري، طلعه اديله ستريبت احترمه، انما طلعه اجازات 48 ساعه والارتري توتال ولا كانك اديته عيان، هتصور تاني هتلاقيه توتال وهتلاقي سكار ومش هيفرق معاك ان انت تفتحه ولا ما تفتحه. ان تايم طبعا، ما انت اللي عامل السرومبس بايدك انت ان تايم اصلا يعني انت زيرو تايم، انت لسه حاطط السرومبس بايدك على حطه ايدك زي ما بقول يعني. بس طبعا يو هاف تو مانج لو مفيش فلو، فممكن تحقن عن طريق اسبيريشن، تحقن عن طريق مايكرو كاستر، او تحقن عن طريق بيرسيت بالون تخرجه. انما ان انت تحقن في الجايدنج عموما، يعني مثلا ترايدل لو انت عندك ال دي سباز وحقنت في الكورونري كله، فده هيزود لك الستيل، هيوسع لك السيرك ويعمل لك ستيلنج للبلط، وهتبص تلاقي الايه الدم بقى سلجش اكتر في ال دي اللي انت عايز تفك في السباز. فالافضل ان انت تحقن سيلكتيف في الارتري اللي انت عايز تفك فيه السباز. هي البالونة بتخش على وايه صح؟ فانت جوه الارتري والبالونة على الواير، عايز تحقن منها بقى، تحقن منين؟ من الحتة اللي بتتنفخ منها، تمام؟ لان ده الحتة اللي انت ليك فيها اكسس من بره في الاندفلين، فلو انت مدخلها مخرومة تقدر تحقن من بره ويخش الارض، كأنك عامل رابشر بالون جوه. عشان تتأكد ان مفيش اير، بس تتأكد ان مفيش اير، لان انت لو دخلت وانت بتحقن شوية اجرستات حقنت معاه اير، انت نيلت الدنيا اكتر. دي حالة في منكم شافها وفي منكم ما شافهاش. ده مريض كان، بس انا عايز اتحكم في الفيديو. ده عيان كان ار في انفاركشن، ار في انفاركشن. تعرف ازاي الار في انفاركشن؟ ان ليد 3 بيكون اعلى من ليد 2، والرايت ريكورد الليدز عاليه، وفي واحد يكون في واحد او في 2، يبقى انت كده الرايت فنتريكل كله متاخد. طب لو ليد 2 اعلى من ليد 3، غالبا ده ال سي اكس وهو الاوكلود. والعيان كان ضغطه 90 60، وكان السي في بي بتاعه هاي، اللي هو التيبيكال بيكتشر بتاعه الار في انفارشن. صورناه كان فيه سي تي او ال سي اكس، وكان فيه ميد تايت ال اي دي، وكان فيه ريترو جريد كده شايفينه للار سي اي ديستر كده. في فينت ريترو جريد وفي يعتبر برا اوستيال توتال اوكلوجن. قلنا خلاص ده اكيوت، اكيوت مايكاردال انفاركشن، يبقى انت مش عايز واير تقيل سي تي او، واير عادي الورك هورس هيعدي. والنقطه الثانيه بقى تاخد جايدنج ايه هنا؟ يعني ايه الجايدنج اللي تاخدها في حاله زي دي؟ برا اوستيال اوكلوجن. جابكن. ليه؟ لان انت الاملتز لو استخدمتها في الحاله دي، الاملتز بتبقى كبيره، تدي سبورت حلو، بس وهي بتنط جوه الارتري، لو نطت اجينست البلاك وعملت دايسكشن فيها، وبقى بدني لو عديت في الارتري تاني. فانت عايز تعدي الواير جنتلي وزود سبورت عشان تتاكد ان انت في الترو لومن. خدت جودكن رايت وعديت، كان فيه واير بايبوت 50، هو مش ورك هورس بس واير خفيف، وعدى وزود بالون سبورت. حقنا بعد الواير دي، كانت حاله برايمري مفيش فلو، نفخت بالونه 2، البالونه 2 مش عايزه تعدي، خدت بالونه 1.5 نفخت بيها الاول عشان اعرف اعدي البالونه 2،
بعدين البالونه الاثنين عدت، قعدت انفخ بقى من الديستال البروكسل، وبعد البالون دايلاتيشن احقن مفيش فلو. مفيش فلو يعني في احتمالات كتير، ممكن الواير يكون انا بغشمت عليه شويه، مشيت سب انتمال ووسعت وكل سنه وانت طيب، ولا ده هيوج ثرومبس بيردن، ولا ده دايسكشن من البالون دايلاتيشن وبيقفل تاني. تمام، فقلت اي هاف تو بي شور اوف ذا ديستال واير، هل الديستال واير دوت في التول يومن ولا مش في التول يومن؟ تعمل ايه؟ الار سي ده واخد ريترو جريد، فقلت خلاص نحقن الليفت سيستم ونشوف الريترو جريد ار سي اي الواير في الترول يومن ولا مش في الترول يومن، ودي احد الحاجات اللي بنعرف بيها الديستال واير بوزيشن. دخلت من الليفت سايد وحقنت الواير زي الفل في البي دي اي جايدد بالريترو جريد فلو. طيب دلوقتي الواير في الترول يومن، نفخت تاني مفيش، خدت اسبيريشن الاونلي اسبيريشن شفطت بيها في المره الاولى، المره الثانيه كنكت ومفيش فلو، بالونه اكبر مفيش فلو، والعيان تحت ايدي لسه اون جوينج تشيست بين، بلاد بريشر بوردر لاين و فايتنج. فانا خدت قرار اوف ليبل الصراحه، وكان قرار عنيف شويه ان انا اظبط الاستنت على الريترو جريد فلو، يعني انا اركب استنتات بقى من اول حته انا شايفها لغايه الاوستيال على الريترو جريد فلو. بس هل كان في حاجه تتعمل هنا قبل القصه دي؟ يعني انا لو رجع بيا الزمن قبل ما احط الاستنتات كان ممكن اعمل حاجه؟ كان ممكن تحقن ميديكيشنز في الار سي اي قبل الاستنت. تمام، انا كنت هعملها لو كانت الاسبيريشن عدت معايا، بس كان في ريزيستنس عنيفه في الار سي اي، فما كانش في مليابيلتي ان انا ادخل واحقن في الاسبيريشن، فقلت خلاص نركب الاستنتات نسيل جزء كبير من الثرومباي ونتعامل مع الايه؟ الريزيدوال ثرومباي. دخلت بالاستنت مش عايز اتعدي، قلنا نتاكد تاني ان الواير ما اتسحبش، دخلت بادي واير. يعني ايه بادي واير؟ يعني دخل واير سبورت، دخل عليه الدعامة، ما عداش. وات از نيكست؟ دلوقتي انت معاك بادي واير ما عداش الاستنت ولسه الواير بتاعك طول يومين، والبيشنت بيكون لابس تحت ايدك ومفيش فلو. What is next? Uncooling. للأسف كانت ستة فرنش وما عدتش البالونة بتاعها مع بعض. يعني الستة فرنش اللي هنستخدمها لو لونشر، لونشر اشتغلت بيها الديكي كراش قبل كده. انما الكورد سيلفيستا اللي موجوده في معظم السنترز دلوقتي ما بتاخدش البالونه، دخلت البالونه جنبها عشان اعمل حتى بادي بالون مش انكرنج بالون، بادي بالون ما عدتش. وات از نيكست؟ يعني عايزين نفكر في اللوجيك، حتى اللي شاف الحاله ايه اللوجيك اللي كان ممكن نعمله؟ سيبك من اللي اتعمل، لو معاك تولز اللوجيك تستخدم ايه؟ جايد لاينر، صح؟ ان انت تدخل جايد لاين اكستنشن عشان تزود السبورت، والجايد لاينر ممكن نستخدمها فور اكتف سبورت اند فور باسيف سبورت. ازاي؟ اكتف سبورت ان انت تدخلها في نص الارتري، خلاص كده انت يعني ايه؟ مش هتطلع منك تاني. باسيف سبورت ان انت بعد ما تشبطها في الارتري توصل الجايدنج الاصليه بتاعتك بقى للكونترالاترال وول، يبقى كانك عامل اي بي يو كده في الار سي او املتز في الار سي. فممكن انت كل ما بتزقها وهي تطرد لك القسطره الثانيه لغايه لما القسطره الثانيه تركن على الكونترالاترال وول هتديك باسيف سبورت. لو انت عرفت تدخلها جوه الارتري تديك
اكتف سبورت. طب تعرف ازاي تدخل الجايد لاينر؟ يعني تزقها على الورق كده وخلاص، ولا ليها طريقه في تدخلها؟ ايه المشكله ان انت تدخلها كده على طول؟ ان الواير كده والجايد لاينر كده نوت فيتنج على بعض، وهي داخله هتعمل دايسكشن في الوول. يعني وانت مدخل الجايد لاينر على الواير هتعمل دايسكشن في الوول. طب عشان تدخلها سموث من غير ما تعمل دايسكشن، ليها طريقه اسمها انش وورمنج افكت. تدخل بالونه اتنين، تمام، تنفخها وهي بتفضي، تزحلق عليها الجايد لاين، فالجايد لاينر تخش على الايه؟ على الديفليت البالون. بعد ما تدخل بالونه شويه كمان تنفخ وهي بتفضي، اسمها انش وورمنج. يعني ايه؟ البالونه وانت بتزحلقها بقى، تزحلق الجايد لاينر على البالونه، فهي بتبقى على الشافت بتاعت البالونه، ما بتخبطش في الهول بتاع الايه؟ بتاع الكورونريز، تمام؟ فمهم قوي. لما انا معايا جايد لاين هبقى اوريها لكم مره، بس مهم ان انت تفكر في اللوجيك الاول. طب مش معاك جايد لاينر، غير الجايدنج. وتغيير الجايدنج ممكن يسحب منك الواير، صح؟ فدي كانت يعني ايه الخطوه اللي انا عملتها، ان انا غيرت الجايدنج بامبلز ليفت 1 وايل بي تي اي واير اكلوز ذا ليجن. سحبت واير منهم وبالراحه كده سحبت الجايدنج. بنسحب الجايدنج لغايه القرش والواير في الديستال بوزيشن، وبعد كده بتجيب الزيرو 35 تدخله لغايه القرش من جنب البيتس اي واير، وبتسحب الجايدنج على الاثنين لغايه لما بتوصل ان انت معاك الزيرو 35 والبيتس اي واير جوه الايه؟ جوه الجايدنج. عشان تحافظ على البيتس اي واير جوه الجايدنج بتوصل في الواي كونكتور سرنجه 20 سلايد، وانت بتطلع بالجايدنج بتحقن سلايد، تطلع بالجايدنج بتحقن سلايد، لغايه لما تحافظ على البي تي اي واير جوه. وانت داخل يبقى ايدك على قلبك وماشي خطوه خطوه. ليه؟ لان وانت بتزق الجايدنج ممكن تزق قدامك البي تي اي واير وتكتشف في الاخر ان التب بتاعت البي تي اي واير دخل جوه العيان. يبقى العيان كده الار سي اي في الواير، والواير جوه في الاورطه. تخش بقى في قصه سنيرنج ومش سنيرنج، فتبقى متاكد وانت داخل ان انت داخل والواير مش بيلوب او بيبكل قدامك، تمام؟ طب عشان الناس تتفادى القصه دي بره عملوا ايه؟ لا، عملوا وايرات طويل، صح؟ وايه تاني؟ وعملوا حاجه اسمها اكستنشن واير. اكستنشن واير كده ليه لوب بتوصل ده على بعضه، تكستشنج عليه وتدخل، ولا تقعد بقى ايه حاطط ايدك على قلبك ولا الكلام ده كله. اسمه ايه؟ اكستنشن واير. هل ممكن ان احنا نعمل اكستنشن واير بلدي؟ لسه عايزين نشوفها دي. يعني هل ممكن تجيب واير تاني وتاخد سيرجيكال نوت عليه مثلا؟ او تاخده بنسه كده ولا حاجه؟ اكيد في حل في الموضوع يعني. بعدين دخلت بالاملت. طبعا ده صوره البي تي اي واير، معرفش انتوا شايفين حاجه ولا لا. شايفين حاجه؟ البي تي اي واير اكروس الارتري لوحده، ودي الاملتز وهي داخله. الاملتز رشعت من هنا the best support I ever seen. كل الدعامات الطويله دخلت وزود سريع. رحت مدخل 275 33 في 336 في 336 في 3.5 36 اربع دعامات from distal to austral RC. يعني لغايه اخر حته انا شايفها في الريترو جريد رحت واقف عليها، عديت البي ال ووقفت في البي دي ال. يا غالبا المحاضره دي مش هتنزل على اليوتيوب بسبب الحاله دي. ده الاوستيال ستنتنج، بعمل ديس انجيجمنت للاي ال 1 وبعد كده بسحب بقى فوق وبعمل فليرنج للاوستيا. بعد كده احقن، مفيش فلو. اربع دعامات
وانت متأكد من الريتروجريد ان انت طول اليوم وحط 4 درامات وعامل اوفر لابنج وفليرنج ومغير جايدنج وناس بترش شربات بره، مفيش فلو، تعمل ايه؟ هل في اللحظه دي ينفع اطلع معانا العجله ستات؟ الكلمه دي سمعتها بالامان من كل الناس اللي في الاوروب، ماشي خلاص زي الفل كده، طلع معانا العجله ستات 48 ساعه وبصوره تاني. اجرستات هيعدي في الارتر ازاي؟ يعني اقنعني اجرستات هيعدي في الارتر ازاي؟ طيب ده دلوقتي احنا قدام اكيوت فيزل كلوجر صح؟ هل ده ينفع يكون بايسكشن؟ ده انت جوه الستبت فمستحيل يكون بايسكشن. طب هل ده ينفع بسبازم؟ بسبازم ايه ده؟ انا مغطي الار سي من اوله لاخره، يعني السبازم اشمعنى هيحصل بوكس من اول كده؟ فالموست بروبابل بس هو بس صح. حلو، تدي له ستريبت فين؟ اي في ولا انتر كورونري؟ انتر كورونري. طب تدي له ازاي؟ مش انا بص كده عبيله واديله، عبيله واديله، ده الاستراتيجي. بس قبل ما اعمل الكوكتيل دوت حبيت اعرف انا ده ستنت ثرومبوزس ولا ده نول فلو. تمام، انت ممكن يبقى ثرومبوس جوه الستنت، ممكن يبقى نول فلو في المايكرو فاسكوليتشر صح. طب تعرف ازاي؟ رحت جايب بيرس البالون، بس دي ما خدتهاش سني للاسف، ورحت معدي الستنت وعند الديستال ستنت وايه واخد حق، لقيت الديستال ايه فلو زي الفل. يبقى القفله فين؟ مولفت قفل بقى خلاص. ما انت بص الريترو جريد وانس ان انت فتحته وقفلت تاني بيقفل، وفي المرحله دي بيبقى العين بيبقى ديثيريوريتنج، يعني خلاص العين فعلا كان بيبقى برادي كارديك، واديت اتروبين مرتين ثلاثه، بص على الكونتراكشن اللي هو البرادي كارديا بتاعك بي ارست. بعد ما حققت كده اتاكدت ان انا ده مش ايدج دايسكشن ولا نور فلو، قعدت احقن بقى بالبيرسن بالون، اجراستات، ايزوبتين، ستريبتوكاينيز اللي كنت بلاقيه حواليا كنت بديه. بدا الفلو يتحسن واحده واحده، بدا يبقى فيه بي دي اي، بعد حقنات ثانيه بدا يبقى فيه بي ال يبان في الاخر. شايف بقى، شايف في الحقنه دي؟ شايف الثرومبس فين؟ الفلو ليميتنج الثرومبس هنا في الحته دي. فوانا بحقن كنت بتمشى بالبالونه جوه المعاملات، يعني انا شغال بحقن، بحقن وانا داخل واحقن وانا خارج، احقن وانا داخل واحقن وانا ايه خارج. طبعا انا جوه ستنت فمش خايف من البيرس البالون دي تعمل دايسكشن، انا كده كده عامل سيلينج. فكنت بعمل لغايه لما شفت المنظر ده رحت واقف عليها وحقن ستريبت. ما التالت بقى الله يرحمها كانت هي اونلي وان اسبيريشن والتالت، فعشان كده عملت البيرس بلو. وفي الاخر بعد حوالي مثلا نص ساعة حقن بدأ العيان يمبوف، شست بين اوف اون تيبل، والعيان بقى في الحالة دي انت جبت فلو، اطلع بقى كمل الايه؟ كمل الاجراستات دي، اخر حقنة البي ال والبي دي اي بانه، اطلع بقى كمل الاجرستات، انما من غير اجرستات هوبا قبل. وطبعا في الاول وفي الاخر لطف الله ان الحاله تعدي، لطف الله ولطف من الله ان العيال يتكتب له عمر. يعني ثالث حاجه هي الامبولايزيشن، ممكن تقفل لك الارتري، والامبولايزيشن دي ممكن تكون ثرومبس او دبرس او اير. اير دي عنيفة بتموت فعلا، الاير امبوليزم لو كمية كبيرة ممكن العيان يموت وما يقومش تاني. الثرومبس ممكن تيجي منين؟ ايه اشهر مكان الثرومبس تيجي من عليه؟ الايه؟ اشهر مكان الثرومبس تيجي من عليه؟ لا الشيس. اشهر مكان الثرومبس تيجي من عليه الشيس.
عشان كده انا في شغلي كله كل العيانين داخلين يعملوا كورونري انجيو 5000 هيبارين. مش اقول لك يا عم ده انجيو وبندي هيبارين واحنا بنعدي الواير. كل العيانين اللي يعمل كورونري انجيو انت في ارتيريال اكسس تدي 5000 هيبارين. وقبل البي سي اي تفلش الشيز. ولو مفيش شيز كلوتد شيله وخش من اليمه التانيه. سيفتي فيرست. انت مش داخل تعمل سيمبل فوكال تطلع كده على طول ليه؟ لان لو في ثرومبس على التب بتاعت الشيس وانت داخل بالجايدنج بتاخدها معاك لغايه الليفت ميل. تاني خطوه يعني انت عملت ده ومفلش الشيس ومد هيبارين مش تنجيش على طول. يعني اوصل كده الاورطه واعمل فيجورس اسبيريشن شويه دبرس ثرومباي مش عارف ايه. ما بحبش انا حركه ان انت ايه تنجيش على طول. ولو انجيجت اسحب برضه خد نيجاتيف فلو معاك قبل ما تحقن. لو مفيش هيبارين هيحصل عليه. طالما انت في ارتيريال اكسس وفي برلونج بروسيديور 5 دقائق فيما فوق هيبدا يحصل ثرومبوزس. من غير هيبارين هيحصل. فممكن نشيس وممكن طبعا لو انت اشتغلت ومفيش هيبارين والثرومبس اتكونت جوه القسطره وبعد كده انت رحت ايه؟ امسي على الليفت مين والسيرك. طيب الدبرس او البلاك دي ممكن تبقى من القسطره ممكن يعني بعد الشر عليكم الروتابليتور ممكن من البالون ممكن من الاسبيريشن ممكن لو انت شغال في اس بي جي برضه يحصل بلاك ايه؟ لك امبولايزيشن. والاير انتوا عارفين. وايه اشهر مكان يدخل الاير؟ الفالف بتاع الواي كونكتور. لو انت بتاسست لحد وبعد ما وصلت الواي كونكتور رحت عامل فيجورس اسبيريشن هتلاقي الفالف فتح وراح مدخل لك اير في السيستم. لو انت ما خدتش بالك بص تلاقي اير بابلو جرام تحس كده بالايه بالبابلز كده وهي داخل. ده حاله بعد ما حط الاستنت حصل اكيوت فيزل كلوجر جوه الاستنت وده المنظر بعد ما عمل اسبيريشن. ايه اللي حصل بقى في الحاله؟ الحاله دي كانت كالسيفيك فبعد ما نفخ الاستنت في جزء من الاسيرونتس بلاك سكويزد بالاستنت ووقف جوه الاستنت عامل لك اكيوت فيزل كلوجر. فدي قد تكون ثرومبس قد تكون بلاك بس انها حصل بسرعه كده بعد الاستنت في عيان الكتيف ده ما كانش عيان برايمري ده عيان الكتيف فده موستلي بلاك امبولايزيشن. في الحاله دي بتعمل اسبيريشن وبيرجع تيني 3 فلو. والاكتر كمان اللي يخليك تقول ان دي مش ثرومبس ان المايكروفاسكوليتشر بعد ما شفط بقت انتكت. تعرف الثرومبس بتدسلوج قفل دايجونال قفل سبتال قفل سمول برانشز برضو بعد ما بتسحب ما بيرجعش تيم 3 فلو على طول يبقى لسه سلاجش سيركيوليشن وتدي الميديكيشنز بتاعتك. انما ده اول ما شفط من جوه الاستنت راح فاتح الدنيا تيم 3 فلو. الاير امبوليزم طبعا من المانيفولد او لو انت دخلت لارج ديفايس وما خدتش باك فلو. يعني بعد ما انت فتحت الواي كونكتور وانت مدخل الستنت وقفلت وهي مدخلها بتاخد معاها اير. عشان كده لما تحقن هات باك فلو الاول وبعد كده احقن ما تحقنش على طول. تالت حاجه لو البالون ربشرت وانت عامل اوفر سايزنج البالون البالونه مش متحضره كويس هوب البالونه فرقعت اعرف ان في اير امبوليزم. لان مش كل بالونه متحضرها كويس صح؟ انت هتحضرها كويس لو انت عايز تحقنها وتخرمها والكلام اللي احنا قلنا ده. انما لو انت مش محضرها كويس وفرقعت منك اعرف العيان دخل في اير امبوليزم. واخيرا لو تراب بالون. طيب شايف بشاعة ال ده اير بابلو جرام تحس ده انا واخد 2 كيلو اير تمام الحمد لله دي مش حالتي يعني بعد الشر عليا اير بابلو جرام
ومحقون بالشكل ده، طبعا رح ارليستد بعديها وهنعرف نتعامل معها ازاي. دي حالة تانية، البالون فرقعت. تعرف ازاي البالون فرقعت؟ ان الضاي بدل ما هي جوه البالون اتنطرت، وبعد ما البالون فرقعت بتلاقي الارتري قفل. ايه اللي حصل؟ اير امبوليزما او دايسكشن. تمام، ده يعني هنعرف هنتعامل معاه ازاي دلوقتي. الثرومبوس زيها زي الثرومبوزس اللي احنا لسه قايلينه من شويه، برضه ميديكيشنز واسبيريشن وستنت. في البلاك افويد ستنتنج، لان انت كل ما هتحط ستنت هتعمل بلاك امبولايزيشن، تحط ستنت تعمل بلاك امبولايزيشن. افويد ستنتنج، اعمل اسبيريشن وما تديش بقى اجراستات، ادي بقى ايه فازو دايليتورز عشان لو في سمول ديبرس دخلت في المايكرو سيركيوليشن تفتح لها السكه وايه والديسلودج. فانت في البلاك امبولايزيشن اسبيريشن فازو دايليتورز، ودي تشك فيها لو العيان كالسيفيك ليجن او تايت ليجن وفي بيج اسيروما، وعيان الكتيف مش برايمري، فانت خلاص يعني ايه رولينج اوت الثرومبوس. ولو معاك ايفاس هيعرف. الاير امبوليزم، اول حاجه تطلب المس اللي معاك في المكان انها تحط لك العيان على 100% اكسجين. تمام، توصل اكسجين للعيان. تاني حاجه فعص الاير بالواير، واير ديستال للارتري. يعني ايه واير الارتري؟ وانت داخل انت بتسكويز الاير بابلز اللي موجود. تالت حاجه ان انت تحاول ان انت تاسبيريت. لو انت حائم بقى في الارتري كله اسبيريتمك جايدنج او اسبيريتمن اسبيريشن كاستر. واخيرا ادرينالين لو حصل له ارست. هل الستريبت هنا ليه رول؟ هل الاجراستات ليه رول؟ هل مش عارف كل دي هنجمع دي اللاينز اوف تريتمنت، وممكن الموضوع يوصل بقى ان انت ايه احقن بقى صلايم، بس خليه صلايم خالي من البابلز يعني. يعني ما تزوق يعني، اعرف بقى المشكله فين وحلها. طبعا رابع حاجه السبازم، والسبازم ده ممكن يحصل بسبب الجايدنج، يحصل بسبب الواير لو انت عامل وايرنج لسمول فيزل وحصل ديستال سبازم، او ممكن من البالون او الستنت اوفر سايز. المانجمنت من 100 ل 300 مايك نيتروجليسرين او فيرابامين 1 مللي جرام اوفر 2 مينتس. الامبول بتاع الفيرابامين كام؟ يعني تاخد 1 مللي جرام يعني تحله في 10 وتاخد ثلثه مثلا. تمام، ما تديش الامبول كله، تبص العيان بقى ايه هارت فيلير وبرادي كارديا وبيرست. تمام، سودوليجن. يعني ايه سودوليجن؟ بعد ما تيجي تنفخ الاستنت ولسه البالونه بتاعت الاستنت جوه، تيجي تحقن يقول لك ايه ده؟ ايه الهيزنس اللي على الديستال ايدج بتاع الاستنت ده؟ يجي يقول لا 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 دي البالونه، اسحب البالونه ودي فلاشات ونيتروجليسرين ومش عارف ايه، وانت تبص تلاقي الهيزنس مش موجود. فممكن يكون بالون افكت، لان البالونه واخده مكان والمكان ده ما بوصلوش الضاي، ففي تحس في فيلنج افكت كده على الكتف بتاع البالونه. او واير افكت. يعني ايه واير افكت؟ وده يحصل امتى؟ يعني امتى الواير يعمل لك ليجن والليجن اصلا مش موجود؟ يعني مفيش ليجن ولا في سبازم. تورشوس. لو تورشوس ارتري وانت عديت واير وعملت فردت التورشوس دي، هيحصل سودو ليجنز على الحته اللي انت فردتها، اسمها اوكورديون افكت. تمام، فانت لما تيجي تفرد الاكورديون هتعمل لك سودو ليجنز في الارتري. طيب عايز تتاكد، اسحب الواير لغايه لما الريديو اوبيك بارت يكون هو اللي في التورشوستي، وخد حقنه هتبص تلاقي الارتري زي الفل، لان الستيف بارت اوف ذا واير هو اللي بيفرد الارتري، انما الريديو اوبيك بارت ما بتفردش الارتري. ونصيحه لله، ابعد عن اي تورشوس فيزل. صح؟ صح. شاف كده.
فالدكتور شو فيزيت شيل البالونه او شيل الواير لغايه لما الراديو بيت بارت يكون في الايه؟ في التورشلس بارت. طبعا ما تشيلهاش خالص قبل ما تكون خلصت شغل، لا يكون في دايسكشن وانت ما تعرفش، يعني ما تعديش الليجن، ما تخليش الواير يتسحب قبل الليجن طول ما انت ما خلصت الشغل، عشان لو دايسكشن وانت شلت الواير الريوايرنج هيبقى اصعب مليون مره. انترابت ديفايس دي يعني حاجه مش دلوقتي خالص، ربنا يكفينا شرها. والانترابيورال هيماتوما اللي ممكن تحصل بسبب السبونتينيوس دايسكشن او الستنت اوفر سايز، انت بقى خرتقت الارتري بتاع الكوروناري ارتري والفازا فازورا فرقعت وعملت هي انترابيورال هيماتوما وقفلت، تمام؟ او بالان سي بالون وده ايباس دايجنوزس، وي هاف ستنتنج اوبشن كاتنج بالون علشان تفتح الهيماتوما دي على الترول يومن، او تو كونزيرف اكوردنج تو ذا سيتويشن اللي قدامك. وشكرا جزيلا. حد عنده اي سؤال؟ الريتين ضاي فين؟ طيب هو لو ريتنت ضاي في جزء واحد من الارتري ده غالبا دايسكشن، وممكن يكون بيرفوريشن زي ما هنعرف بعد كده، تمام؟ انما لو ريتنت ضاي في الارتري كله وانت مش شايف باك فلو يبقى انت سوبر انجيجد وفي سباز مع الستيب بتاعت الاسطر. فالدايركت ايرد مش هيحصل لو انت حائن على جود بريشر ويف، تمام؟ يعني لو انت حائن على جود بريشر ويف مش هيحصل دايركت ايرد. دايركت ايرد بيحصل ان انت داخل حقنت، وخاصة في بعض السنترز كده يعني ايه تستخسر فيك البريشر في الدايجنوستيك، صح؟ فانت لما بتيجي تحقن في الدايجنوستيك من غير بريشر ويف فهو في سبازم ويعمل رايت ليد، وفي حاله ماتت بسبب ليفت مين سبازم. فلو هي الارتري كله زي الفل وتيم 3 فلو بس في ريتين ضاي كده بجزء من الارتري، ده دايسكشن يا برفوريشن. او لو في الدايجنوستيك فروم ذا ستارت يبقى دي اكتيزيا والضاي بتركن فيها شويه، ماشي دي عادي سهل. انما الضاي ريتين في الفيزل كله ده سبازم على التب بتاعت الاسطر، فما تحقنش الا وقدامك جود بريشر ويف. تاني حاجة احقن بسرنجة 10 عشان ما تديش فورسبل انجكشن. السرنجة ال 20 كده بتحزق فيها وانت بتحقن، السرنجة 10 زي الفل. تالت حاجة في الار سي اي بالذات وانت بتحقن، يعني احقن بصبعك، يعني في الاول كده لونه كده، لقيت حقنة صبعك دي بتلون الارتري خد سمول انجكشن كده، ما تعملش فيجورس انجكشن. طب حقنت لقيت في باك فلو الارض مش ملون وكبير خلاص وباخد الايه؟ فالسنس بتاعك على الحقنه مهم. يعني في ناس ممكن الواحد يحقن الار سي ازاي كده بس خلاص بنص ملي صبغه تلاقي الار سي كله اتلون، وفي واحد بتحقنه كويس، فالسنس بتاعك برضو ايه؟ مهم. ما فيش حد عنده اي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.